هل ذكرت التوراة والإنجيل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نعم، ورد ذلك إجمالا. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآيات. وأيضا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال عبد الله بن عمرو: إني أجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صم وأعينا عميا وقلوبا غلفة الحديث.